ونكمل موضوع المدرب، نروح لزميلنا احمد عبد الباسط الناقد الرياضي من روسيا علشان نتكلم معاه على اهم الاحداث اللي موجوده في بعثه منتخب مصر في روسيا. يا احمد. مساء الفل يا عمر، برحب بيك وبرحب بامير وبرحب بالساده المشاهدين. يعني اكيد امير بيسلم عليك وبيرحب بيك، لكن عايز اعرف منك او تقول لي على اخر الاخبار واخر الكواليس اللي موجوده في بعثه منتخب مصر في روسيا. والله عمر، اما البعثة وصلت النهارده طبعا الجروزني، ولكن كان في حاله من الارهاق والاجهاد على اللعيبه، فكوبر قرر، كان في تدريب الساعه 7، قرر ان هو يلغي التدريب عشان خاطر الارهاق والاجهاد اللي عند اللعيبه دوت. اللعيبه بس عملت يعني نوع من انواع الاحماء والاطالات الخفيفه في الجيم الخاص بالفندق اللي نازلين فيه. طبعا اللي كان مسيطر على البعثه النهارده الغضب بخصوص محمد صلاح والخناقه اللي عملها مع المنتخب الايطالي، اللي هم مش عارفين هي جت منين اصلا. يعني كل الناس كانت بتسال على حاجه نازله على السوشيال ميديا او على الفيسبوك، ولكن ده شيء لا اساس له من الصحه. يعني تماما، يعني محمد صلاح ما دارش بينه وبين طبعا الاستاذ ايهاب ليطا اي كلام من اللي بيدار في او على السوشيال ميديا، وعشان كده محمد صلاح نفى على حسابه الشخصي تويتر، مظبوط كده؟ بالظبط، يعني هو بالظبط الموضوع جاي مع اثنين، يعني هو ما حدش سمع لهم فيهم خالص عن مشكله، والموضوع اصلا لو بيصير محمد صلاح، يعني ان وسائل الاعلام لو بره تناقلت هذا الخبر ان احنا بننفي ان في مشكله، فبنسيء محمد صلاح مش بنسيء منتخب مصر. يعني دي رقم واحد. الحاجه الثانيه برضه ازمه عصام الحضري. عصام الحضري زعلان، ولكن عصام الحضري ما استعدش اي مشكله وما اتخانقش مع حد زي ما الناس قالت ولا الناس اتكلمت، ما فيش اي حاجه من الكلام ده اطلاقا. برضه الناس اللي اتكلمت واللي قال لك ان الفنانين طلعوا عوض اللعيبه، يعني هو تاثير الفنانين على اللعيبه والناس في ال 12 دقيقه او ال 15 دقيقه اللي فيهم جون. انا ما بدافعش عن حد، كان في ناس في الاوتيل، كان في ناس في الاوتيل، ناس نزلاء، كان في سياسيين، في رجال اعمال، كان في محمد حماقي حاجز قبل المنتخب لانه جاي يعمل حفله هنا فكان موجود في المنتخب. ده ادى الى حاله من الهرج والمرج عشان الناس جايه تتصور او، ولكن ما فيش حد طلع للعيبه. كل الناس اللي بتشير الصور او اللي بتنزل الصور نزلت صور للفنان ماجد المصري وهو ماتش الكونو في برج العرب، طب هو ما جاش هنا. الحاجه الثانيه، اليوم الموضوع كان الساعه 12 الظهر، الوحيد الصحفي الوحيد اللي كان في مقر بعثه المنتخب كنت انا، ما كانش في ولا صحفي من البعثه المصريه موجود في المنتخب، وانا كنت رايح الساعه 12، فضلت قاعد لحد الساعه 6، التدريب كان الساعه 7، ما جاش ولا صحفي غير محمد مراد الصحفي زميلنا في اليوم السابع. جه المهندس محمود طاهر واولاده، ده محمد مراد كان قاعد في نفس المكان مع المهندس هاني ابو ريده، وطلب ان هو يطلع ويطلع اولاده يتصوروا مع اللعيبه، قال له ما ينفعش. واللعيبه نازله تتغدى، اولاده اتصوروا وهم معديين عليهم، غير كده ما حصلش. وحتى ما تصوروش مع صلاح، تصوروا مع تريزيجيه، مع لعيبه الاهلي. انا مش بقول عشان ابرر، في كان في زحمه جماهير، في ناس سياسيين، في رجال اعمال، في ناس حاجزه في الاوتيل، ولكن الفنانين اللي هم اللي عليهم الضجه كانوا في اوتيل تاني. ولما الموضوع اثير خلاص ما حدش جه، كله خاف ان هو يقرب من المنتخب. وللامانه اللعيبه نفسها بتاعت منتخب مصر او منتخب مصر فاصلين الدنيا تماما، واللعيبه كلها مركزه. فالموضوع عشان بس الناس اللي بتتكلم او البعض يطلع يتكلم، ما كانش حد موجود في الاوتيل، عشان نحط نقط على الحروف بس يا عمر، ما كانش حد موجود في الاوتيل اطلاقا، وكل اللي بيتكلم اجتهادات. فانا حبيت اوضح لك الصوره انت وامير بحيث ان انتوا تتكلموا عليها قدام الراي العام، وحابب برضه اوضح لكم ان هيكتور كوبر في فكره الفني ان هو يلعب مباراه السعوديه للفوز فقط وليس الا، ومن غير ما نخوض في تفاصيل كتير منعا، يعني لسه قدامنا 3 4 ايام هيكتور كوبر هيلعب بالاساسيين اللي بيلعب بيهم مباراه السعوديه. يعني كابتن عصام الحضري ممكن ما يكونش موجود كمان في مباراه السعوديه؟ بالنسبه لكابتن عصام الحضري هي نقطه الخلاف الوحيده، يعني ان هم عايزين يبداوا بيه بحيث ان هم ما يخسروش تغيير، لان هم عايزين يسجل رقم قياسي ليه في يعني هو احمد الفكره ان هو راجل تعب وشيء، انت فاهم طبعا ان هو هيبقى موجود في مونديال روسيا وشارك في بطوله افريقيا، شارك في التصفيات. بنسبه كبيره عصام الحضري يبقى موجود عشان الحاجات اللي انت بتقولها دي يا عمر، بس يعني الفكر الاساسي دلوقتي ان هم هيلعبوا بكل الاساسيين. حته حراسه المرمى لسه ما تمش حسمها بطريقه نهائيه، بس اعتقد ان كابتن عصام الحضري نسب او حظوظه اكبر من محمد الشناوي. يعني شفنا حاله احباط على بعض لاعبي منتخب مصر، هل ممكن ده يا احمد ياثر على مستوى اللعيبه في مباراه مهمه؟ انا شايف يعني انا بنتكلم انا وامير على الجانب الايجابي في كاس العالم، ان احنا بنبحث عن اول فوز واول 3 نقاط في مشاركتنا في كاس العالم. بص، هو نفسيا اللعيبه مرهله جدا. النهارده هيكتور كوبر قعد معاهم والمهندس هنا ابو ريده، قالوا لهم حاجه واحده، احنا خلاص احنا محتاجين نسجل اول فوز لمصر في كاس العالم، وده ممكن الشعب المصري ينسى يعني بسهوله ان هو ده يعني يبقى الحاجه اللي قدرنا نعملها، ان احنا نفوز على السعوديه، ان احنا نسجل حاجه لمصر، اول فوز لينا.
مسجل رقم قياسي لعصام الحضري. فاعتقد ان الحاله النفسيه اللعيبه زعلانه جدا عمر، وده واضح في بعض الصور اللي نازله. طبعا واضح عليهم جدا ان هم متضايقين وزعلانين، لان ما كانش متوقع ان احنا نتخطف في مباراه روسيا في 15 دقيقه يعني اللي جه فيها الاهداف. وكوبر لما اتكلم حتى مع اللعيبه قال لهم الاهداف اللي جت من اخطاء دايما بنقع فيها، ودايما بتبقى اخطاء يعني ساهرز جاب لغط الكوره. وفي نفس الوقت هو الماتش الاخير برضه انا عرفت ان هو لما قعد مع اللعيبه اتكلم معاهم قال لهم في المحاضره اللي قبل المباراه مباشره لابد ان احنا نتلاشى الاخطاء ونستغل انصاف الفرص. يعني هو شايف ان برضه في حاجات كتير من كلامه ما اتطبقتش، ولكن يعني انا كنت سامعكم بتتكلموا على ان يعني الناس كلها بتتكلم على ان هيكتور كوبر خلاص ما يتمشاش مع المنتخب المصري، الناس عايزه مدرب هجومي، الناس محتاجه. اعتقد ان ده اللي هيبقى الغالب في الفتره اللي جايه بعد مباراه السعوديه، هيبقى التفكير في مدرب اجنبي، وان كان اصلا هيكتور كوبر هو اللي رفض يجدد قبل كاس العالم مباشره لخلاف مادي بينه وبين اتحاد الكره. احمد هنستنى بقى منك ان شاء الله لما المنتخب يرجع على خير عشان تكون اول واحد قال لنا الاسم المرشح لتدريب منتخب مصر. احمد عبد الباسط بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات القيمه والكلام اللي كان مهم جدا انه يتقال في وقت زي ما احنا يعني شايفين وسامعين كلام على السوشيال ميديا، كلام كل واحد حاطط شماعه بيعلق عليها يعني سبب هزيمه المنتخب. لكن في الاول وفي الاخر قدر الله ما شاء فعل، نركز في مباراه السعوديه لتحقيق اول فوز للمنتخب الوطني في كاس العالم.